أكدت الولايات المتحدة أن إنشاء حكومة مدنية جديدة بقيادة مدنية تعيد الانتقال الديمقراطي في السودان وسيفتح الباب أمام حماية أفضل لحقوق الإنسان. وأكدت السفارة الأمريكية بالخرطوم أن واشنطن ستواصل دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سودان ديمقراطي ومزدهر. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، بعد أيام من توقيع هذا الاتفاق الإطاري، أيضا مرة جديدة من قبل السفارة الأمريكية، هناك بيان لدعم هذه الخطة الانتقالية. تفاصيل أكثر حول كل ما يجري بالسودان أيضا سياسيا وأيضا في الميدان. نعم كارولينا، بيان السفارة الأمريكية بالأمس ركز بشكل واضح على مسألة حقوق الإنسان في السودان، وأن واشنطن تدعم هذه الحقوق وتدعم التحول المدني الديمقراطي المرتبط بطبيعة الحال بتنفيذ هذه الحقوق وإيلائها الأهمية المطلوبة. واشنطن تبدي اهتماما كبيرا بالشأن السوداني. الأسبوع الماضي وبعد توقيع الاتفاق كان وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن بلاده ستتخذ عقوبات بحق من يعرقلون الانتقال الديمقراطي. هذا ربما يشمل طائفة من السياسيين السودانيين والعسكريين كذلك، إذا ما بدا للولايات المتحدة أنهم يعرقلون هذا الاتفاق. منذ توقيع الاتفاق الإطاري كارولينا، يعني لم يحدث جديد. السودانيون بانتظار ربما ما تسفر عنه مشاورات كانت تجري مع أطراف لم توقع بعد وتتحفظ على هذا الاتفاق، وعلى رأسها الكتلة الديمقراطية بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو، لكن لم يحدث اختراق حتى الآن. إن حدث أو إن لم يحدث، الأمور تتجه أيضا إلى عقد أربع ورش تتعلق بالسلام ومسألة شرق السودان وكذلك تفكيك التمكين وعدد من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى مؤتمر حول العدالة والعدالة الانتقالية. هذا كله طبعا قبل توقيع الاتفاق النهائي. هناك مخاوف طبعا من أن الشهر قبل نهايته ربما يغادر غالبية الدبلوماسيين الغربيين وكذلك البعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس لأعياد الميلاد ورأس السنة، وهذا ما قد يؤجل توقيع الاتفاق قليلا. نعم، شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا خالد عويس.